صباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نقدم لكم طريقة عمل الصابلي. طبعا هذه الحلوى فهي غنية عن التعريف ومعروفة عند جميع النساء، ولكن أنا كان عندي معها مشكل. هي كانت كل مرة يعني كنحاول نقوم بتحضير الصابلي كيفشل للأسف. جربت وصفات كثيرة ومقادير مختلفة، ولكن كانت دائما النتيجة فاشلة. يعني الصابلي كيدخل الفرن بشكل، كيخرج بشكل آخر، كيدخل على شكل قلب فكيخرج على شكل دائرة. هذا هو المشكل اللي كان عندي، هو ذوبان الصابلي داخل الفرن. ولكن استمريت بتجربة وفي الأخير اكتشفت المقادير الصحيحة والمضبوطة للحصول على صابلي ناجح. جربته المرة الأولى فعلا نجح. أشكال الصابلي كيف دخلت الفرن خرجت يعني محافظة على شكلها. ثم ضاعفت المقادير وصورته، وهو اللي هتشاهدوه الآن، فخليكم معايا. بالنسبة للمقادير، محتاجين 250 غرام من الزبدة تكون لينة وبحرارة المطبخ، 500 غرام من الدقيق الأبيض يكون مغربل يعني منخول، 200 غرام من السكر الناعم، بيضتان، القليل من الملح، كيس من خميرة الحلوى أو ملعقة كبيرة ممسوحة، والقليل من الفاني سواء الفاني السائلة أو السكر. أما بالنسبة للطريقة، أنا استعملت الخلاط الكهربائي، ممكن تعجنوا باليدين، أنا فقط كان عندي يعني جرح في اليد فاضطريت أنني استعمل الخلاط الكهربائي. وضعت فيه الزبدة والسكر وخلطتهم جيدا مع بعض حتى امتزجوا، وحصلنا على يعني معجون من الزبدة والسكر. ومن بعد أضفنا لها القليل من الفاني، الملح والبيض، واستمرينا بخلط المكونات. وفي الأخير نضيف الدقيق وخميرة الحلوى. أنا أضفت نصف كمية الدقيق وخلطت، ومن بعد أضفت الكمية المتبقية، وفي النهاية حصلنا على عجين متماسكة ولينة جدا. نوضعها في كيس بلاستيكي ونوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة أنا أخذت نصف كمية العجين والنصف الآخر وضعته في الثلاجة. قمت بتبسيط العجين فوق طاولة مرشوشة بالدقيق، ثم أخذت طوابع الصابلي وقطعت الأشكال وضعتهم في صينية الفرن. أما بالنسبة لباقي العجين فكنقوم فقط بجمعها على شكل كرة ونرجعوها للثلاجة، وناخذ النصف الآخر ونقوم بنفس الطريقة، نبسطوها ونقطعوا الأشكال. بعد ما انتهينا من تقطيع العجين أنا حصلت تقريبا على تقريبا 150 قطعة، حبة صغيرة. ثم الآن دخلها الفرن، ومن الضروري أن يكون الفرن منخفض الحرارة، يعني درجة حرارة الفرن تكون جد جد منخفضة، ونخلي الصابلي في الفرن حتى يتحمر وفقط يكون لونه ذهبي. وهذا هو الشكل النهائي للصابلي. كيف كتلاحظوا فهو حافظ على الشكل الأصلي والشكل الحقيقي.